الو كده. الو واحد حبيبك. الو الو مش هيعرفني يا اسامه. مش لا ده عم مصر ده. لا عم مصر قالك دلوقتي يا كابتن. لا بس والله عم مصر وليد. حبيبي يا ولش كابتن وليد صلاح الدين، تحياتي ليك يا كابتن وليد وكابتن هشام حنفي. حبيبي يا كابتن اسامه، تحياتي ليك ومنور البرنامج وموفق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. تحياتي لحبيبي الكابتن هشام حنفي، يعني واحد من احسن اللعيبه اللي لعبت في خط وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر. هشام كان مؤثر جدا في مباراه الزمالك. فاكر هشام ماتش فريق النجوم فريق الاهلي؟ كان لسه بيحكي الواقع دلوقتي، بقول الكره اللي انا عملتها الهدف الثاني، يعني الناس ما تخيلتش ان هشام حنفي اللي عملها. افتكر وليد صلاح الدين. ما انا اللي عاملها لك كمان يا هشام. لا ماشي، انت اللي مرقص ونازل ورحت عاملها لي، بس انا بقول لك ان الخلاصه الناس كلها طبعا دي لعبه وليد صلاح الدين، هو الوحيد اللي يعرف يعمل الحاجات دي مش هشام حنفي، لكن الناس ما كانتش متوقعه. فطبعا وليد كابتن اسامه من اللعيبه طبعا اللي هي في وسط الملعب، ادي له الكره وانت مرتاح ومغمض عينيك، اعمل كل حاجه في الكوره في اي مكان في الملعب، ادي له الكره اي مكان في اي مكان، يعني بيعرف يتصرف فيها. امر اللعيبه اللي في وسط الملعب المهاجم بشكل كبير جدا، ومن اللعيبه الكبيره يعني. كابتن وليد شايف مباراه القمه 120 بين الاهلي والزمالك ازاي النهارده؟ والله المباراة دايما تبقى مباريات القمة مباريات مهمة جدا، مباراة جماهيرية من المقام الأول. حتى لو مش مؤثرة على مسيرة الفريقين في الدوري. حتى لو النادي الأهلي الحمد لله حسم بطولة الدوري بنسبة تتعدى 90%، لكن تبقى مباراة الزمالك جماهيرية من المقام الأول، ليها طابع خاص المرة دي انها كمان قبل مباريات افريقيا. ومتوارد جدا ان شاء الله باذن الله ان الاهلي والزمالك يتقابلوا في النهائي، ويبقى على استاد القاهره برضو ان شاء الله. والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يحسم اللقب ويروح كاس العالم للانديه ان شاء الله. فمباراه مهمه، خصوصا ان اخر مباراه كانت في السوبر انتهت صحيح بالتعادل، لكن نادي الزمالك حسمها بضربات الجزاء. فبالتالي برضو النادي الاهلي عايز يرجع يكسب في مباراه القمه. مباراه فيها متغيرات كتير، النادي الاهلي غايب عنه عدد من النجوم. لازم اللعيبه اللي موجوده يعني تحط بصمه وتاكد ان النادي الاهلي مهما غاب عنه حد فالنادي الاهلي بمن حضر زي ما بنقول. فمباراة مهمة يعني ليها تأثير طبعا من الجانب الجماهيري تحديدا. تمام كابتن وليد، وانت مالك التوقعات دايما توقعاتك يعني فيها جانب كبير من الصواب، توقعاتك لمباراة اليوم ايه النهاردة؟ بص، مهم جدا جدا ان مستر فايلر يبتدي صح ويغير صح المباراة دي. مباراة 90 دقيقة. تمام. يعني البداية مهمة جدا جدا انه يبتدي بتشكيل صح وانه يبتدي بطريقة صح. مهم جدا ان تغييراته تكون مؤثره. تمام. لو ده حصل كابتن اسامه اكد لك ان شاء الله ان المباراه يا اما الاهلي هيكسب يا اما تعادل على اقصى تقدير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. كابتن هشام سريعا عشان وقتنا خلاص، حط لي